دائما ما تخلف الحرب وراءها مآس عديدة، كحال هذا المنحل الذي كان يزخر بآلاف النحل، كما كان يعد مصدر دخل أساسي لعشرات الأسر في مديرية القبيطة وطول الباحة، وباتت اليوم خاوية على عروشها جراء نفوقها بسبب إصابتها بالمرض بعد أن كانت خلايا دؤوبة لإنتاج العسل. ماتت علينا ممكن في هذا العام 70% بسبب عدم وجود المرعى والجو المتلوث وعدم القدرة على التنقل مع هذه الحروب من منطقة إلى أخرى لمتابعة المرعى، وغلاء السكر، وحيث أننا عايشين على هذه النوب أسر كثيرة جدا يعني في مديرية طور البحر وفي منطقة مجاورة لها كالجوازعة يعني. لم يكن المرض السبب الوحيد الذي أدى إلى نفوق النحل، بل كانت هناك أسباب إضافية كارتفاع أسعار مواد التغذية كالأعلاف والمبيدات الحشرية والمحاليل الدوائية وانعدام المراعي الخصبة وندرتها، وهو ما ضاعف من معاناة أصحابها. حوالي فقدت أكثر من 160 خلية نحل من مجموع يمكن حوالي 320 خلية، فراحت بسبب طبعا عدم القدرة على تنقلات النحل وعدم القدرة على وصولنا إلى المناطق التي فيها مراعي. لم يستطع النحالة نقل ما تبقى لديهم من النحل إلى مناطق أخرى نظرا لغلاء أسعار المواصلات والمعيشة، ناهيك عن غياب الأمن المرافق للانتقال في محيط مستعر بالحرب، خصوصا في الطرق العامة التي لا تخلو من الألغام والتقطعات وتبادل النيران، خاصة وأن الوقت الأنسب لنقلها يكون في جنح الظلام. عدم قدرتنا إلى التنقل بحرية مطلقة من منطقة الجفاف إلى مناطق أخرى فيها بعض المراعي للنحل لصعوبتها بسبب الحرب الموجودة حاليا في اليمن. النحالون هنا يطالبون الحكومة ممثلة بسلطاتها المحلية ووزارة الزراعة بسرعة التدخل للحفاظ على هذه الثروة من الانقراض، والتي تمثل موردا مهما للعديد من سكان هذه المناطق الفقيرة. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، لحج.